طيب ده اول سؤال. بعدين يا شيخنا لو احنا مثلا او انا باخرج مثلا في الشهر 10 جنيهات صدقه، بحس نعم بحس في الشهر اللي بعده مثلا ان انا جيت خرجت 5 جنيه او 3 جنيه ان انا كده باثم، هل علي اثم لو ما صمتش مثلا اثنين وخميس؟ بحس ان انا باثم. يعني انت يعني تعودت على طاعه معينه لم تكن نذرا. لا مش نادر، لا ما فيش نادر. فأنت إذا تخلفت عن هذه الطاعة تشعر بتأنيب وتشعر أنك آثم. لا لست بآثم. ألو؟ لست بآثم. تمام ماشي، شكرا شيخ. الله يسلمك.